السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال الصغار أينما كنتم وحللتم، مرحبا بكم في قناتكم يدي لك طفلي. إن شاء الله غندرسوا مع بعض اللغة العربية من الصفر بطريقة ممتعة وسهلة جدا. اليوم غدا نبدأ مع أول حرفين من حروف اللغة العربية. ما غداش نمشيو بالترتيب المعتاد، ولكن غدا نمشيو على حسب ترتيب مخارج الحروف. يلا نستعد الأبطال ديالي، غنبداو مع أول حرف، هو حرف الميم. حرف الميم، حرف الميم. هذا حرف الميم، هذا حرف الميم. هنعود مع بعضياتنا، هذا حرف الميم. ملي تنخرجوا حرف الميم تنخرجوها من الشفتين ديالنا، تنسدوا الفيم ديالنا وتنقولوا ميم ميم. هذا حرف الميم، هذا حرف الميم. مثل مثل منزل منزل، نكتبوا مع بعض منزل من منزل منزل. منزل. يلا نعود مع بعضياتنا، هذا حرف الميم، هذا حرف الميم، هذا حرف الميم. منزل منزل. يلا نقلبوا على الميم، فينا هي؟ فينا هي عندنا الميم؟ ها هي عندنا الميم، هذه هي حرف الميم، حرف الميم. يلا دابا غادي ننتقلوا للحرف الثاني اللي غادي ندرسوا اليوم ان شاء الله، اللي هو حرف الباء. هذا حرف الباء، هذا حرف الباء. يلا نعاودوا مع بعضياتنا، حرف الباء، هذا حرف الباء، هذا حرف الباء، هذا حرف الباء. شنو تلاحظوا مع بعضياتنا هنا في حرف الباء؟ شنو كاين حرف الباء؟ شنو كاين؟ كاين عنده واحد النقيطة صغيرة من التحت، عنده واحد النقيطة صغيرة من التحت، خاصنا نعقلوا عليها. شحال عند الباء من نقيطة؟ شحال عنده؟ عنده، برافو، عنده نقطة وحدة. وفين كاينة؟ كاينة لتحت، كاينة لتحت، كاينة لتحت. مثل مثل بطة، بطة. مثل بطة، بطة. نكتبو بطة، يلا ب بطة، بطاطون، بطاطون. قدو هاد المنزل. يلا نعاودو مع بعضياتنا الحروف من الأول، هذا حرف الميم، هذا حرف الميم، هذا حرف الميم. منزل منزل. هذا حرف الباء، هذا حرف الباء، هذا حرف الباء. مثل بطاطون، بطاطون، بطاطون. ان شاء الله يكون الشرح ديالي مفيد وتكونوا استمتعتوا معايا في الحلقه ان شاء الله بحول الله. دابا غادا ننتقلوا للنشاط اللي غادا نركزوا به هاد الحروف ديالنا مزيان، ولكن بطريقه ممتعه. الابطال ديالي غادا نحاولوا نلعبوا بالعجينه، وفي نفس الوقت غنحاولوا نركزوا الحرف اللي قرينا مع المعلمه ديالنا. واخا مستعدين؟ يلا مستعدين نلعبوا شي شويه؟ يلا على بركه الله نبداو. يلا نبداو نديرو الحرف اللي قرينا الاولاني، اللي هو حرفو، حرفو. شنو هو حرفو؟ حرفو الميم، حرفو الميم. يلا نقبطوا العجينه ديالنا، انا عارفكم نتوما يا ابطال وتتعرفوا العجينه مزيان مزيان. لكن اليوم اليوم غادا نلعبو، وفي نفس الوقت خاصنا نكتبو حرف الميم بالعجينة، خاصنا نديرو حرف الميم بالعجينة.
يلا هنديرو دائرة. شفتوها؟ شو الدائرة؟ شو الدائرة كي درنا ليها؟ اهي. ونزيدو شي شوية ونهبطو الرجيلات، ونهبطو الرجيلات ديال حرف الميم. يلا يلا صافي سقتوها، برافو عليكم، ما شاء الله ما شاء الله، برافو. دابا غنحاولوا مع بعضياتنا نديروا الصبيات ديالنا بحال هكا، ونحاولوا نمشيو على هذا الحرف. يلا نديروا هذا حرف الميم، هذا حرف الميم، برافو عليكم، هذا حرف الميم. يلا نخليوه يتسنانا هنايا شي شويه باش نديرو الحرف الثاني اللي قرينا، باش نديرو الحرف الثاني اللي قرينا، اللي هو شنو هو؟ حرف الباء. حسن جدا، حرف الباء، برافو. انتما ما شاء الله عليكم عباقرة الصغار، انتما هما العباقرة الصغار، اجيال المستقبل ان شاء الله. يلا نديرو الباء، شوف كيف درنا، شوف كيف درنا. دابا نطلعو له هنايا واحد جنيب، ونطلعو له عاوتاني واحد طريفه هو هنايا. شفتو 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 كي درنا له؟ ها هو. ولكن هاد حرف الباء مالو مسكين، مالو حزين، حزين. عرفتو علاش حزين؟ شكون يقول لي علاش حزين هاد حرف الباء؟ يلا يلا نفكروا شي شويه علاش حزين. ها برافو، نسينا له واحد الحاجه، نسينا له حرف الباء، نسينا له هاد حرف الباء. شنو نسينا له؟ نسينا له النقيطه. ها حنا غادي نديروا له النقيطه باش يولي فرحان. شوف الباء، حرف الباء ولا فرحان، لاننا درنا له الباء ما نسيناش النقيطه ديالو اللي تتكون لتحت. شفتوها لتحت؟ النقيطه ديال حرف الباء تتكون لتحت. يلا مع بعضياتنا نديروا بالصبيع ديالنا ونمشيو فوق الحرف. يلا نقولوا هذا حرف الباء، هذا حرف الباء، وما نساوش النقيطه، داكو نساو النقيطه. هذا حرف الباء. ان شاء الله وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى يكون الفيديو ممتع، ونتمنى انني نكون وصلت لكم الدرس على احسن ما يرام. يلا ما تنسوناش من الاشتراك في القناه والدق على الجرس باش يوصلوكم المزيد من الفيديوهات اللي غادي تكون مفيده وممتعه للغايه. يلا في امان الله، الى اللقاء.